أهلا بحضراتكم في تقرير جديد من الجريء تي في. المخربون في الرياضة المصرية، إشاعة الخطيب وفلوس استادات، آل شيخ ودوره الخفي للتدمير، أبو تريكة وعلاء صادق، صفقة سياسية بأيادي أهلاوية. وإليكم التفاصيل. أهلا بحضراتكم، يلا كوباية الشاي في الخمسينة عشان نتكلم كلام موزون للعقول اللي بتفهم. أما الأيادي المرتعشة والقلوب الضعيفة فأنصحها بالخروج سريعا من هذا التقرير. تقرير والضرب في كل الاتجاهات، ولكن بالمعلومة الصحيحة وبالخبر اليقين. ساعات وأيام وربما القليل من الأسابيع خلالها تشهد الرياضة المصرية عملية مخاض، والمخاض هذه المرة باللون الأحمر. بعد أن دمروا نادي الزمالك تدميرا وذبحوا جماهيره ذبحا وقتلوا الحلم في نادي ينافسهم وسلطوا كل الملاعين لتدمير أحد أكبر القلاع الرياضية في إفريقيا والشرق الأوسط والعالم، وهو نادي الزمالك العريق، بدأوا يظهرون فوق السطح ليكملون المسيرة، مسيرة التدمير والبناء. تدمير الزمالك وبناء الأهلي، والأهلي مش محتاج بنا، ولكن ما علينا. خلينا نتكلم ونقول كل اللي بيشتغلوا أو اشتغلوا لتدمير نادي الزمالك هتلاقيهم مجتمعين مع بعض وبيعلنوا إزاي هيبنوا الأهلي العالمي، والأهلي العالمي اللي أعلن عنه إيهاب الخطيب وكذبه محمود الخطيب كان فكرة ولكن طلعت غلط عن طريق إيهاب الخطيب، ولكن الآن هم هيحطوا بصمته. فخلينا نتكلم كده على شوية أواضي سريعة فيها محمود الخطيب، اللي الإعلام الأهلاوي والصفحات والميديا والسوشيال ميديا الأهلاوية خرجت إشاعة أنه مرشح يكون وزير للشباب والرياضة. بادئ زي بدأ عشان ما نطولش في الكلام في الموضوع ده كتير، لأنه موضوع تافه وملوش لازمة. بنقول أن الخطيب معاه المعهد العالي للدراسات التعاونية، وكان في الثانوية الرياضية وفي الإعدادية عدى بالعافية. أنتوا عارفين قصته، ولو محتاجين اعمل لكم فيديو عن قصته اكتبوا لي. فهل القيادة السياسية ممكن ترشح حد وزير رياضة وهو خريج المعهد العالي للدراسات التعاونية، وعلى اي اساس يعني؟ ولكن الآلة الإعلامية التي تصنع آلهة في الدولة المصرية تحاول ان تصنع من الخطيب أسطورة، لكن الناس مش واخدة بالها ان الخطيب كان ضعيف في الدراسة وعدى الإعدادية بالعافية ودخل الثانوية الرياضية بالعافية وبعدين معهد التعاون وبالعافية. فمش يعني القصة مش محبوكة قوي، لأن الناس لسه فاكرة. أو اللي يعمل تريك في حبيبنا جوجل يطلع السي في بتاع الخطيب كله، فما تصدقوش الإشاعة دي لأنها بايخة. طب الحكاية التانية، بيانات 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 بيراميدز، تركي الشيخ، الراجل اللي هو رئيس النادي بيراميدز اسمه شمس ولا شماسي ولا ايه بالاماراتي ده، بيانات 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 بتحاول تخفي دور بيشتغل من ظهر الكواليس او من وراء الكواليس لدعم الاهلي. هنتكلم عليها، جايين عليها، هنبتدي بيها التقرير. الحاجه الثالثه، ليه يا محمود يا خطيب ما رجعتش مع البعثه وليه قعدت في قطر؟ سؤال. هيقول لك اصله راح يزور بنته اللي مش عارف اللي ايه، ده كلام مش مظبوط. هنساله السؤال الثاني، يا بيبو الصفقه اللي بتدروها لعوده ابو تريكه والدكتور علاء صادق لمصر، هنتكلم برضو عليها. تركي آل شيخ حكايته ايه؟ حكايته ايه؟ طب هي الصفقات السياسيه دي ما فيهاش صفقه للزمالك بالمرة، ولا هو الراجل المحترم مرتضى منصور
عايزين تخوفوا قطر طلعوه، عايزين تصالحوا قطر خبوه، تخوفوا قطر طلعوه، صالحوا قطر خبوه. وهو مش مهم عندكم جمهور الزمالك ولا فريق الزمالك ولا نادي الزمالك، يعني هي الصفقات دي لتدمير الزمالك؟ هنتكلم كلام كتير، هنتكلم كلام كتير، هنتكلم كلام كتير في المواضيع دي. خلينا نتكلم بوضوح في موضوع نادي بيراميدز. ما هو نادي بيراميدز؟ نادي بيراميدز أنشأه تركي آل الشيخ لما حصل خلاف بينه وبين الأهلي، وبعدين لما جمهور الأهلي شتمه بالأم راح قام بيعه على الورق لواحد اسمه سالم الشماسي، مستثمر إماراتي. وما زال تركي آل الشيخ هو اللي بيقود النادي، ولكن في الخفاء في العلن سالم الشماسي، بدليل ان بمجرد ما شركة السادات اعلنت عن تغييرات فيها وابتدى في اقاويل عن حركة لدعم النادي الاهلي، خرجت بيانات من هنا وبيانات من هنا، ما حدش جاب سيرة بيراميدز ولا تركي آل الشيخ، ولكن هم اللي بسرعة كشفوا لنا ان في حاجة مش مظبوطة. والحاجة اللي مش مظبوطة دي هنقولها بوضوح، ولكن انا بقول لكم تركي آل الشيخ ما زال هو المسيطر على نادي بيراميدز، وهو اللي عايز يسيطر على الرياضة المصرية بأي طريقة بوضوح. بس نفسنا نسأله، بس يا معالي المستشار، فلوسك جاية منين؟ عندك شركات اسمها ايه؟ عايزين نعرف الشركات اسمها ايه؟ ايه الشركات دي كلها جت منين؟ والفلوس دي كلها اللي عمالة تتوزع، وكل اسبوع سياره، توقع نتيجه مباراه وكسب سياره، توقع مش عارف ايه، وفلوس هنا لدعم النادي الهلال السوداني، وفلوس هنا لدعم مش عارف ايه، بالملايين عماله تضخ، بس مصدرها ايه؟ بس جايه منين؟ ده كل سؤال منطقي وسهل، وممكن تطلع بيان او تعمل فيديو او اي حاجه او تويتر وتقول لنا شركاتك اسمها ايه؟ ما تقوليش انا مستثمر في نادي مش عارف ايه في اسبانيا، عادي انت مشتري النادي ومشتري بتاعنا، ما انتوا بتشتروا اي حاجه، بس قول لنا فلوسك جايه منين؟ سؤال عادي خالص. عندك شركات اسمها ايه اللي تجيب الفلوس المليارات دي كلها؟ والشركات دي متعوب فيها، والفلوس دي متعوب فيها قد ايه اللي هي بتترمي بالدرجه دي؟ ده سؤال بس منطقي. السؤال التاني، حضرتك بتعلم كل شويه ان ما فيش استثمار في مصر، مش محتاج تعلن، مش محتاج تعلن، بس رجالتك ليه مسيطرين على الأحداث في مصر؟ رجالتك ليه مسيطرين على الأحداث في مصر؟ نبتدي النهارده خرج علينا رئيس نادي بيراميدز وقال لك إن إحنا مستمرين في الاستثمار في مصر، ده البيان بتاعهم أهو، كلام كتير مش عايز أقراه، ومستمرين في التجربة الاستثمارية في مصر، وعزمنا المضي على التجربة وتهدف النهوض بالكرة المصرية. ما طبعا احنا عارفين تجربة بيراميدز لتدمير الاهلي، وبعدين دلوقتي تركي آل الشيخ اتصالح مع الاهلي، فمش عارفين هم يعملوا ايه، يعني في حاجات خفية مش ما بتنزلش من الزور. المهم هم طلعوا بيان النهاردة، مع انه محدش كلمهم في حاجة ولا جاب سيرتهم في حاجة، بس هم طلعوا بيان وخلاص. ده خلينا نعدي منه، بس احنا بنقول بوضوح ان سالم الشماسي هو مجرد صوره لمن يدير بيراميدز، وهو تركي آل الشيخ او تركي آل الشيخ. طيب النقطه الثانيه اللي لفت نظرنا في عمليه تلميع ابو تريكه اللي عمله حسين الشحات وكهربا في الماتش، والاتحاد الدولي لكره القدم ظبطهم، فجم لعيبه الاهلي بموافقه ومباركه طبعا من محمود الخطيب، وبعتوا له الفانيلا بتاعته بتاع 22 وكل اللعيبه موقعين عليها. طب انتوا عارفين ان ابو تريكه مع احترامنا ليه كلاعب في خلافات كبيره جدا بينه وبين السلطه المصريه. طب هل السلطه المصريه بتبارك عمليه التلميع لاعاده ابو تريكه؟ عايزين نفهم اذا كان ده اتهموه بانه بيعمل اموال للارهاب وكلام انا ما احبش اخوض فيه، لان المجال ده مش بحبه، السياسه والبتعرف ايه والكلام ده مش بحبه، ولكن انتوا اتهمتوه وجمدتوا ارصدته وقفلتوا شركاته مع
انه هو كان النجم الطب المحبوب من الجماهير المصريه اهلاويه زملكاويه، وهربته بره وقعد في قطر وبيتكلم دايما كلام مش كويس على الدوله المصريه. هل هناك مباركه من الدوله المصريه لتلميع ابو تريكه تمهيدا لعودته؟ وهل يقود هذه المباركه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي؟ وهل ده ضمن الصفقه المصريه القطريه؟ يعني نذبح مرتضى ونذبح الزمالك في مقابل عوده ابو تريكه وعوده الدكتور علاء صادق، وجاي لكم في الكلام. فتلاحظوا مثلا ان كهربا وده والشحات جريوا والحركه اللي عملوها في الماتش، وبعدين ادي اللعيبه بعتين له الفانيلا وماضيين له عليها وهو بيشكرهم، اي الفانيلا بتوقعات لعيبه الاهلي. والاهلي ما بيوقعش عقوبات على الشحات وعلى كهربا بالرغم ان هم عرضوا الاهلي لكارثه كبيره، وكان ممكن الاهلي يحرم من المركز الثالث. دي الفانيلا وهو بيشكرهم كلهم موقعين عليها، وحاجه جميله، علاقات حلوه قوي بين الاهلي. هل ده بمباركه الدوله المصريه نتيجه اتفاقيه لذبح مرتضى منصور وذبح الزمالك مقابل عوده ابو تريكه وعوده الدكتور علاء صادق؟ طيب الدكتور علاء صادق احنا عارفين هو طبعا على المستوى الاعلامي على دماغنا من فوق، ولكن عارفين ان هو من بعد الثوره كان بيغلط في السلطه المصريه وفي الجيش وفي السيسي نفسه كده، وبعدين هو لما ما شغلوش في قناه الشرق ومكملين والحاجات اللي هي تبع الاخوان، عمل قناه على اليوتيوب واختار لنفسه انه ما يكونش محايد وانه جاي من جمهور الاهلي، عشان جمهور الاهلي هو بتاع المشاهدات فبيعملوا شهادات، واتفق مع محمود الخطيب وبعض اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وصحفي كان يعمل معه سابقا وهو في المنظومه الاعلاميه في النادي الاهلي بمده بالاخبار يوميا، وعلى اساس كده بينفرد يوميا بعض الاخبار عن طريق بيديله الخطيب، بيديله مرجان، بيديله حد مرتجي مش عارف ايه، وهذا الصحفي اللي هو مش عايز اقول اسمه لان اعلامي زميل يعني. ومن هنا جمهور الاهلي اتشد ليه. فدلوقتي من ضمن هو قال في احدى تويتاته ان محمود الخطيب وعدني ان بدعمي للنادي الاهلي ووقوفي معاه هيتم عمل مصالحه مع السلطات المصريه وارجع مصر، وان هم اتاخروا في الوعد ده. طيب هناك كلام جاي من قطر ان الخطيب قعد معاه وهناك دعم لعودته، يرجع على عنا وراسنا ما يرجعش؟ برضو ده قرار السلطات احنا ما ندخلش فيه، ولكن احنا بنكشف الحقيقه بس. فهل بنقول ده ضمن الصفقات اللي بيقودها الاهلي لتدمير الزمالك مقابل عوده ابو تريكه وعوده علاء صادق؟ يعني احكوا لنا بوضوح، احنا ما عندناش مشكله ان يرجع ابو تريكه وياخد شركاته ويبقى هو رئيس النادي الاهلي كمان، ويبقى هو وزير الرياضه وهو رئيس الوزراء، ده شيء ما يخصناش. اللي يخصنا في الموضوع هو تدمير نادي الزمالك، ده اللي يخصنا في الموضوع. اذا كان فيها صفقه لتدمير نادي الزمالك مقابل هذه الاشياء قولوا لنا موضوع. احنا بنقول يعني علاقتكم بالاهلي وعلاقتكم بعلاء صادق وعلاقتكم بابو تريكه براحتكم، يعني رجع اللي ترجع وجيب اللي تجيب، وانا ما ليس لنا دخل في هذا الموضوع، دي مواضيع تخصكم، تخص القياده السياسيه وتخص الدوله المصريه وتخص الناس اصحاب القرار وتخص الاهلي نفسه، ولكن ما تدخلوش النادي الزمالك وجمهوره وقياداته ولاعبته في الصفقه دي. رجاء يعني ارحمونا، ارحمونا يرحمكم الله. نكمل. تركي آل الشيخ فقعنا هو كمان بيان يوم 10 فبراير بالليل، وده كان بيأكد ان في حاجه، في لعبه خفيه لصالح الاهلي، والبيان بتاعه مع بعض الاحداث كشفوا هذه الالعاب اللي ظهرت في الحياه الرياضيه في مصر. فتركي آل الشيخ هو كمان رزعنا بيان يوم 10 فبراير بالليل متاخر الساعه 11، وقال لك لازلت اعيد واكرر لا علاقه لي بالاستثمار في الرياضه في مصر عن قريب او بعيد، ولم اتملك اي شركه في هذه الخصوص، وعلاقتي بالاخ سيف الوزيري العمليه منتهيه منذ فتره، مع انه بيشتغل حتى الان هو مساعد لي في مصر مع
معرفش يعني ايه منتهي منذ فتره. لا نيه لي بالاستثمار الرياضي في جمهوريه مصر الان ولا مستقبلا. ارجو تحرر الدقه وعدم الالتفات للاشاعات المغرضه. تركي آل الشيخ اذا عمل شيء يصرح فيه ولا يوجد لدي ما اخفيه. حافظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد والمملكه العربيه السعوديه وكل بلادنا العربيه تحياتي. ده البيان اللي قاله واكد بيه ان في حاجه. خلينا ندور يعني. بيانه خلى الجماهير تدور تشوف ايه الموضوع وايه الحكايه وايه الروايه. فدورت الناس على ايه الموضوع، فدورت على سيف الوزيري الاول، استدعوا محمد كامل اللي هو كان باسل خطيب في راسه اللي هو بتاع شركه السادات، استدعوه من قطر بالليل بسرعه وتم اقالته وتعيين سيف الدين الوزيري. قرار ما نعرفش لحد دلوقتي، ما نعرفش مين اللي اصدره، لان شركه السادات شركه مساهمه مصريه، لحتى الان مش معروف مين اللي اصدره. عشان انا بقول لكم الناس دي بتلعب وفي ناس ماسكه الموضوع اكبر مني ومنك ومن اي حد بيحاول يفهم كيف تدار الرياضه المصريه لصالح الاهلي. فتم تعيين سيف الوزيري. سيف الوزيري ده لا المدير التنفيذي السابق لبراميز، وكان بيشتغل في شركه صلاه، انتوا عارفين شركه صلاه ورعايتها للنادي الاهلي سنوات طويله، المدير التنفيذي و رئيس مجلس اداره السادات خلفا لمحمد كامل، وشركه ماسك شركه لايف اللي بتدير قناه الاهلي. وعلى طول اول ما جه قام رائع قرار باختيار مرجان اللي هو مدير التنفيذي الاهلي محمد مرجان ليكون نائب ليه ويخليه في الاهلي. رفض ان هو يستقيل من الاهلي، وقال لك ان الاهلي هنطور له استاد السلام وهيبقى استاد عالمي ويبقى استاد النادي الاهلي، وهنأجر له كل حمامات السباحه، وهنأجر له ملاعب في مش عارف في الاقصر واسوان، ويعني دخل دخله، وهنضخ المليارات لدعم النادي الاهلي، داخل دخله اهلاويه حمراء. وشركه لايف دي هتدير القناه وهتبقى ضمن المنظومه ومش عارف ايه، ده سيف الوزيري اللي داخل دخله. بس احنا اسئلتنا مشروعه، يعني سيف الوزيري ده مؤهلاته ايه عشان يمسك شركة كبيرة زي دي؟ سؤال مشروع. وبعدين مين اللي شال محمد كامل ومين اللي حطه؟ وشيل محمد كامل وجايبانه من قطر بسرعة ويرجعوه، جابوه عشان يشيلوه ويحطوا سيف الوزيري، مين اللي جابه ومين اللي شاله ومين اللي حطه؟ وهل شركة السادات دي كل فلوسها بس للنادي الاهلي؟ يعني هي شركه مساهمه اهلاويه ولا شركه مساهمه مصريه؟ ومين اللي وراها وفلوسها جايه منين اصلا؟ ده هي الشركه مبنيه على انها تطور الاستادات في مصر، فبقت تمسك الاستادات وتحط ايديها عليها وتديها للنادي الاهلي. فبصراحه يعني مش قادرين نفهم بصراحه. احنا فاهمين ان في مؤامره على نادي الزمالك وتدمير نادي الزمالك، ونجحوا الى حد كبير في تدمير نادي الزمالك وتعيين لجنه لعمليه التدمير، والوزير بيدمر وده بيدمر، بس ما يبقاش كل هذا الفجر لصالح النادي الاهلي. هي الرياضه المصريه بقت اهلي بس؟ هي الكره المصريه بقت اهلي بس؟ انتوا خربتوا النادي الاسماعيلي بطريقه منهجه لسنوات طويله. يعني الاسماعيلي بعد ما تجرأ وفاز ببطوله الدوري ايام عبد المنعم عماره، خلاص تم تفريق الاهلي من لعيبته، وما زال في لعيبه في الاهلي لغايه دلوقتي من اولاد الاسماعيلي عن طريق تسفيرهم بره ويجوا يرجعوا على الاهلي. والاسماعيلي دلوقتي بقى في ذيل القائمه اخر الدوري ومش هيقوم له قومه. والزمالك دخلته عليه ما شاء الله، وجمهور الزمالك نايم وشرب العسل لانه جمهور مؤدب، عايزين يدخلوا الزمالك هو كمان في زي. طب ما انا قلت لكم كذا مره اقتراح سهل ولذيذ وحلو،
ما تلغوا كل البطولات وتيجوا كل بداية الموسم كده تقولوا تم الإعلان عن إهداء بطولة الدوري الممتاز للنادي الأهلي وعلى بقية الفرق مراعاة فرق التوقيت والأندية التانية تريح يعني. ليه الناس بتشتري لعيبة من ملايين وتبيع لعيبة من ملايين؟ ما يريحوا. برضه الاتحاد الأفريقي اللي مسيطر على النادي الأهلي وعلى حكامه وعلى بتاع إيه يعني؟ خلي الأهلي ياخد كل البطولات وخلي الأهلي ياخد كل اللعيبة المميزة وخلي اللجنة اللي ماسكة نادي الزمالك دلوقتي تدي الأهلي ال4 لعيبة بشكل صريح وواضح بدل لف وطلع بره وجيب جوه، ما تدولهم على طول. الموضوع مش محتاج تعب ومش محتاج كذب ومش محتاج تدليس، لأن نظرية المؤامرة واضحة جدا وواضح جدا إن أنتوا بتعملوه. حبينا بس نشير بوضوح ليه بعض الناس اللي بيخربوا في الرياضة المصرية وهم بيضحكوا علينا. حبينا نتكلم ونقول يا جماعة ما تصدقوش للمرة الأخيرة إن الخطيب ممكن يبقى وزير الرياضة، لأن الخطيب في يعني الخطيب كان نجم كروي، سلام، نجم موهوب وما شاء الله، ما بنتكلمش على موهبته الكروية، ولكن الخطيب بيعيبه انه اداريا مش نافع. انتوا عارفين انه هو كويس قوي، انه لا يستطيع اداره نادي الاهلي، وان محمود طاهر كان انجح منه بمليار مره، والكلام ده من الاهلاويه مش من الزملكاويه. كل الاهلاويه بيقولوا انه محمود طاهر عمل نهضه الاهلي الحديثه، والخطيب لولا لما جري لتركي آل الشيخ بفيديوهات تركي آل الشيخ اسمعوها وقال له انقذني طاهر متقدم عليا، ابعت لي مليون، ابعت لي 5 مليون، ابعت لي، وكان اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بيرتشوا بالفلوس عشان يدوا لاصواتهم للخطيب. وفيديوهات تركي آل الشيخ موجوده. فده هل الخطيب اللي كان بيقع في انتخابات النادي الاهلي واللي مش هينجح في اي انتخابات النادي الاهلي هيكون وزير للشباب والرياضه؟ قلت لكم هو عدى الاعداديه بالعافيه، دخل ثانويه رياضيه وخريج المعهد العالي للدراسات التعاونيه، معهد عالي، يعني ما ينفعش وزير في الحكومه المصريه يبقى خريج. فدي اشاعه يعني معروف فيها، هم في الفتره الاخيره عايزين يعملوا الاسطوره، بيعملوا الاسطوره بحته حاجه غردية يعني، اشاعه بايخه. شركه السادات هنسميها شركه السادات، شركه مساهمه اهلاويه. سيبكم من حكايه شركه مساهمه مصريه لان بقت مفضوحه وعيب وما تقلش. قال شيخ بنساله اسئله عاديه جدا، قول لنا يا تركي آل الشيخ فلوسك منين؟ قول لنا استثماراتك بعيدة عن الرياضة ايه؟ الرياضة احنا عارفين ان الفلوس بتروح في الارض. استثماراتك ايه؟ شركاتك ايه؟ الفلوس دي كلها جاية منين؟ سيف الوزيري بنسأله انت مؤهلاتك ايه؟ كينونتك ايه ان انت تمسك شركة زي دي؟ ومين اللي شايل محمد كامل وحطك؟ مين اللي بيلعب في الخفاء وبيدمر الرياضة المصرية؟ دكتور علاء صادق صفقة، ابو تريكا صفقه، ما بنتدخلش فيها، خلي الاهلي يدير صفقاته بنفسه. ولكن مباركه من الدوله المصريه اوكي، مباركه سياسيه اوكي، طب ما تباركوا لنا كمان صفقه عوده المواطن المصري مرتضى منصور من بيته لنادي الزمالك. الراجل ما هربش وما طلعش يتكلم كلمه وحشه، حتى الان لم يتكلم كلمه وحشه على مصر. فضمن الصفقه اعيدوه من بيته اللي على بعد 5 دقائق من نادي الزمالك، صفقة. واحنا عايزينه بس يدير نادي الزمالك، لا عايزينه عضو مجلس الشعب ولا عايزين أي حاجة، عايزينه يدير نادي الزمالك بنفس الأداء اللي كان بيدير بيه الزمالك، مع إن احنا هنمنعه كزملكاوي إنه يطلع ويتكلم في لا في التلفزيون ولا في أي حاجة. أنتوا ما شاء الله عندكم اللجنة الموجودة والمحمد عبد الله ولا مش عارف إيه عبد الله ده بيطلعوا حتى دلوقتي في البوتاجاز بيتكلموا. فاحنا لما هيرجع مرتضى منصور نوعدكم مش هنخليه يتكلم. هذا المواطن المصري اللي ما غلطش في السلطات المصريه بس قال لرئيس الوزراء انت مين بس كده، بس ده لعيب الكارثه اللي عملها لما انتوا بتديروا صفقات مع ناس شتموا القياده من اول فوق لحد تحت وهترجعوهم، وانا عارف ان هترجعوهم، هترجعوهم ابو تريكه وعلاء صادق راجعين راجعين، مش هنكذب على بعض. طالما الاهلي والخطيب اتدخل نونو سعين ابوه، الخطيب بيؤمر والدوله بتنفذ، محدش يقدر يتكلم، كله يحط البتاع في بقه. هيرجع وعد علاء صادق يرجع، هيرجع وعد ابو تريكه يرجع، هيرجع.
وعيد واكرر دكتور علاء صادق والكابتن ابو تريكه على دماغي من فوق. ولكن اللي غلط في الدوله المصريه على الدوله المصريه ان هي تاخد حقها، احنا ما بناخدش حق حد. ولكن انتوا بتباركوا صفقات لعوده دول عشان تراضوا محمود الخطيب، اوكي عشان خاطرنا بنبوس ايديكم وبنبوس جزمه اقل واحد عندكم المواطن المصري مرتضى منصور الغلبان المسكين اللي كل همه كان بناء نادي ينافس الاهلي، وقد يعني قد نجح. بنقول لكم اعيدوه من بيته لنادي الزمالك، ده 5 دقايق، لا قطر ولا البحرين ولا الامارات ولا تركيا. تركيا اللي اللجنه بعتت مصطفى محمد هناك، الراجل قاعد في بيته. والله عيب اللي انتوا بتعملوه في جمهور نادي الزمالك. ان شاء الله نعمل شركه مساهمه زملكاويه قريب ان شاء الله. اشكر حضراتكم واراكم على خير ان شاء الله.